من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صدق الله العلي العظيم.